أشهد أن مولانا أمير المؤمنين عليا ولي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله العلي العظيم. من هو معلمك؟ الحاج فلان، الأستاذ فلان، السيد فلان. معلمك هو معلم لأشخاص آخرين أيضا. قد يكون معلما للعشرات من الناس، هناك معلمون عندهم آلاف من التلاميذ أو من الذين تعلموا منهم. لكن صلوات الله عليك يا معلمة جميع البشر، سلام الله عليك يا سيدة جميع المؤمنين، يا بنت رسول الله وابنة علي وفاطمة وأخت الحسن الزكي الطاهر، وأخت الحسين الأبي الزاهر، زينب الكبرى صلوات الله وسلامه عليها. إنها لا أريد أن أتحدث عن فضائلها، عن مكانتها، إنما جانب من حياتها، ناهيك عن بقية الجوانب، وهذا الجانب ليس في فضلها إنما في الاستفادة من طريقتها. هناك شيء غاية في الأهمية في حياة البشر، وهو الإعلام. كما يقولون الإعلام
بمثابة مخالب البشر، القوة الدفاعية للبشر. الإعلام هذا الذي يهرب منه كل الظلمة، كل الجبابرة. أول باب يغلقه الطاغوت على الناس باب الإعلام، لأنه أول منفذ إلى ضرب الطاغوت هو الإعلام. إن تمكن يغلق باب الإعلام على الفئة التي يريد أن يظلمها، وإلا يقيد ذلك الباب بقيود. الإعلام شيء غاية في الأهمية، كان ولا زال وسيكون. طرق الإعلام مختلفة في العصور المختلفة، أصل الإعلام نفس الشيء، نفس السلاح النافذ، نفس الشيء الذي يتمكن أن يحق الحق أو يبطل الحق. حديث طويل، الإعلام مجاله، مجال الحديث فيه مجالات، ربما، لا أقول ربما بل بالتأكيد، في كل مجال هناك معلومات كثيرة وعلم كثير. فرق بين المعلومات والعلم. هناك أسئلة. أولا، من يلزم أن يتصدى ويستخدم الإعلام؟ ثانيا، متى تستخدم الإعلام؟ ثالثا، كيف تستخدم الإعلام؟ ورابعا وخامسا، نأخذ جواب هذه الأسئلة الثلاثة التي ذكرناها من السيدة زينب سلام الله عليها، من سيرتها، من عملها، جواب عملي. السؤال الأول، من يستخدم الإعلام؟ لا أقصد الدرجات العادية من الإعلام، هذه لكل البشر، إنما الكلام الإعلام القوي، الإعلام الكبير. في قضية عاشوراء كانت هناك شخصيات راقية جداً، ولكن الذي استخدم، الذي تصدى للإعلام هي السيدة زينب والإمام زين العابدين صلوات الله عليهم. الإعلام له أشخاص، له أفراد، طبعا الأفراد يختلفون في المجتمعات المختلفة. في أولئك الشخصيات التي ما كان لهم على وجه الأرض نظير، الإمام زين العابدين والسيدة زينب تصديا للإعلام. يعني يلزم أن تتوفر هناك مؤهلات، ليست فقط مؤهلات، أدوات. المؤهلات مختلفة في الأزمنة المختلفة وفي المجاميع المختلفة. في تلك المجموعة من النسوة كانت المؤهلات موجودة في عدد منهن. القضية ليست فقط وجود مؤهلات، القضية في هذه المجموعة التي وجدت المؤهلات فيها، من هو المرشح؟
المؤهلات مؤهلات علمية، مؤهلات هذه ليست أقل من العلمية، مؤهلات فكرية، أدوات معينة. الشخص له مؤهلات علمية، له مؤهلات فكرية، الأدوات ليست بيده، الأدوات تتناسب مع شخصية أخرى أفضل. ما المؤهلات؟ العلمية، الفكرية، مؤهلات نفسية، مؤهلات صفات معينة، عشرات حتما أكثر إذا أراد أن يتوسع الإنسان. أنا أذكر 5 من المؤهلات للتصدي للإعلام. على حروف كلمة إعلام، همزة عين لام همزة ميم أو ألف ميم. أولا على حرف همزة، أن يكون الشخص أمينا. ثانيا عالما، وأقصد من العالم عالم بالإعلام. ثالثا لمحا، يرى الدقائق التي قد تخفى على الآخرين، بتعبير الروايات الشريفة عارف بزمانه، لمحا. رابعا هذه نقطة جدا مهمة، أولويا، لا أبالغ إذا قلت 90% من الناس، أكثر من 90% من الناس، قد من الناس الذين يميزون بين الصحيح والباطل، الذين يميزون بين الحق والباطل، أكثر من 90% منهم لا يميزون الأولويات. الحق والباطل شيء، الصحيح والغلط شيء، الأولويات شيء ثاني. هذه نقطة جدا دقيقة، وهذه في الإعلام روح الإعلام. أولويا، مخلصا، أمين، عالم، لمح، أولوي، مخلص. تعلمون هذا الحديث جدا طويل. السؤال الثاني، متى تستخدم الإعلام؟ السيدة زينب سلام الله عليها عاشت قبل عاشوراء 55 سنة، ومنذ بداية إشراقتها على هذه البسيطة ظهرت عظمتها، عبقريتها، ولكنها ما تصدت للإعلام. كل المؤهلات كانت فيها، أعظم درجة من درجات المؤهلات كانت فيها، ما تصدت إلا بعد عاشوراء. يعني حتى لو كنت مؤهلاً بالمؤهلات العلمية الفكرية الصفات، ليس بالضرورة أن تدخل إلى الإعلام في غير وقتك. البعض يستعجل، القضية لها زمن. هذا درس جدا مهم. لا نرى السيدة زينب سلام الله عليها في الإعلام قبل عاشوراء. ثالثا
كيف تستخدم الإعلام؟ إخواني، خطبة السيدة زينب في الكوفة، خطبة السيدة زينب في الشام، خطبة ثانية للسيدة زينب، هذه الخطب نقرأها نسمعها نستفيد منها استفادة معلومات ذكرتها السيدة زينب سلام الله عليها في هذه الخطب العظيمة، كلها في مجالها صحيح. ولكن هذه الخطب جانب منها شبه منسي. السيدة زينب سلام الله عليها بالكلام، بخطبة كلام، مجرد كلام، قلبت المعادلات عند الطواغيت، لا عند أناس عاديين فقط، عند ابن زياد، عند يزيد عليهما لعائن الله تترى أبد الآبدين، طاغوت مثل يزيد. شر خلق الله وطاغوت مسيطر، طاغوت قوي، إمبراطور. السيدة زينب سلام الله عليها ماذا قالت؟ الخطب فيها معلومات، فيها معلومات مهمة نستفيد منها في مجالات مختلفة، ولكن كيف بهذه الكلمات، كيف جعلت الناس يثورون ضد طاغوت مثل يزيد؟ القضية تحتاج إلى دراسة أم لا؟ ماذا قالت السيدة؟ الكلمات اللي نعرفها، سمعناها من الخطباء الكرام، قرأناها في المصادر، أي إعلام كان هذا؟ إعجاز كان، إعجاز إعجاز. امرأة أسيرة أمام طاغوت مثل هؤلاء الطغاة، أنت فتش تاريخ البشر مثل يزيد مثل ابن زياد، لا تجد لعلك أصلا عليهما لعائن الله. إعجاز إعجاز أصلا، يعني واضح جلي أنه إعجاز. كيف هذا الإعجاز تحقق؟ هناك بعض الأمور الضوابط فوق مستوانا أصلا. السيدة زينب ماذا صنعت؟ لا نعلم. التصرف تكويني كان إجمالا، هذا شيء راقي جدا، هذا ليس بمستوى فهم البشر العادي، لا لا أتكلم عن هذه الجوانب، ولكن كلمات مؤثرة كانت، ترتيب مؤثر كان للكلام، توقيت مؤثر. السيدة زينب بعد عاشوراء في الطريق ما خطبت، في يوم عاشوراء ما خطبت، انتظرت، جعلت خطبتها عند الطاغوت ابن زياد، عند الطاغوت يزيد، في وقت قوته، في وقت جبروته، في وقت نشوة النصر المزعوم له، في هذا الوقت تكسره. هذا الوقت هو توقيت عظيم، الترتيب ترتيب عظيم، من توقيت وغير توقيت. القضية تحتاج إلى دراسة، نعم تحتاج إلى وضع النقاط على الحروف. كيف صنعت من الناحية الظاهرية العادية، كيف صنعت هذا الشيء؟ القضية ليست كلها في المعجزة، النبي وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام كانوا يصنعون المعاجز، ولكن بالطريقة الطبيعية كانوا ينتصرون. النبي في بدر انتصر، كيف انتصر في بدر؟ تخطيط طبيعي. يوم الغدير النبي صلى الله عليه وآله ركز وركز هذه المعلومة التي كان الأعداء ضدها بشدة، كيف صنع النبي يوم غدير؟ ماذا كان النبي صنع؟ شيئا طبيعيا ناهيك عن الجانب الإعجازي، الجانب الإعجازي في محله، ولكن بالطرق الطبيعية النبي وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام انتصروا. السيدة زينب بالطريقة الطبيعية انتصرت، صحيح لها جانب إعجازي في مجاله صحيح، ولكن بالطريقة الطبيعية كيف انتصرت؟ كيف تمكنت؟ ما مضت على خطبتها إلا لعله دقائق أو أقل،
إلا والرأي العام في داخل مجلس يزيد يزيد. مع هذا التعتيم الإعلامي، مع هذا الإرعاب والإرهاب في قلوب الناس، أحد كان يتمكن أن يتكلم في محضر يزيد؟ كيف ثار الناس في مجلس يزيد؟ ثاروا لا بعد أيام وأشهر في نفس المجلس. القضية تحتاج إلى دراسة، دراسة من هذا الجانب، كيفية استخدام الإعلام. وهذا لا يقل أهمية عن النقطتين السابقتين، عن من يستخدم ومتى تستخدم، كيف تستخدم الإعلام. اسمه قناة فضائية، اسمه كتاب ينشر، اسمه مجلة، اسمه طرق أو وسائل التواصل الاجتماعي، اسمه أي شيء. كيفية استخدام الإعلام، هذا عالم. والسيدة زينب معلمة البشر في هذا العالم. نعم بالفعل صنعت معجزة. هذه الكلمة سمعناها مرارا تكرارا من الخطباء، هذا واقع، أنها امرأة أسيرة لا تملك شيئا حسب الوضع الظاهري قصدي، أمام طاغوت لا يعقل لا يمكن. صنعت شيئا، هذا درس أم لا؟ نتعلم منها كيفية استخدام الإعلام. إذا أجوبتها من سيرة السيدة زينب سلام الله عليها حديث طويل، أنا فقط أشرت حتى ننتبه إلى بعض الأمور التي قد نكون غافلين عنها. في هذا المجال طبعا حديث طويل، هناك كتاب جدا 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 مفيد، يستحق هذا الكتاب أن يقرأه الإنسان أكثر من مرة. اسم الكتاب الرأي العام والإعلام للسيد المرجع الشيرازي الراحل رضوان الله تعالى عليه. جدا قيم هذا الكتاب، خصوصا لمن يريد أن يدخل في مجال الإعلام أو هو داخل في مجال الإعلام. كتاب جدا ثمين. نحن نحتاج إلى، يعني التجارب السابقة، أصلا ناهيك عن التجارب السابقة كبيان علمي، أنت يلزم أن تبني لنفسك بنائك، دارك، بيتك، أي شيء، لا تعتمد على غيرك. التاريخ واضح، غيرك لا يخدمك. غيرك مهتم بأموره، أهم أمورك عنده ليست مهمة أصلا، لا، حتى لا يجعل أهم أمورك بمستوى التوافهه، يعني أهم أمورك أقل عنده من التوافه. هكذا يتعاملون كل العالم. ما هي أهم أمورك؟ شعائرك، شخصياتك، مظلوميتك، أهم أمور الإنسان ما هي؟ يهتمون بمظلوميتك؟ عشرات من المؤمنين يقتلون، كلمة واحدة لا يذكر الإعلام العالمي عنها، كلمة كلمة، خبر واحد صغير لا يذكر. وشخص واحد تافه يتعرض لإهانة صغيرة يشتعل الإعلام، يعني ماذا؟ يعني أمور غير مهمة عندهم. شعائرك مهمة عندهم؟ عمدا يتناسوها أصلا. هاي قضية الأربعين واضحة بعد، جلية جدا جدا. هذه الشعيرة الكبرى في العالم، الكبرى الكبرى، يعني أكبر منها لا يوجد في كل العالم. أين موقع زيارة الأربعين؟ لا موقع له.
في إعلام أتفه الأمور يذكرونها. رأيتم تعلمون، يعني لا أحتاج أن أذكر نماذج. يعني الإعلام يذكر كل شيء، كل تافه. هذه الأمور الضخمة عندك أصلا غير مهتم بها أصلا. شخصياتك أين موقعهم؟ مراجع التقليد أين موقعهم في الإعلام العالمي؟ لا شيء، تمر سنوات لا يذكرون اسم واحد منهم، وهم بالنسبة إليهم فلان شخص تافه أصلا لا تعرف من هو. مرة سياسيون كبار عندهم دنيويا وهم تافهون، عندنا أخرويا تافهون، السياسي المرتبط بالدنيا فقط تافه، تافه حقيقة. لا، بالنتيجة شخصية سياسية، رئيس كذا، وزير، لا، حتى التوافه الشخصيات التافهة يذكرونهم. فلان شخص طيلة حياتنا ما سمعنا اسم هذا الشخص، لا نعرف من هو أصلا، حدث له حادث صغير لا أتذكر. يعني تفاهة مثل هذه التفاهة التي نحن نعيش في زمنها في الإعلام، فلان شخص على الهواء مباشرة سقط سنه. لا، الخبر ليس عن سقوط سن هذا الشخص على الهواء مباشرة، لا، لماذا سقط سنه؟ من بلد أصلا يمكن كثير من الناس لا يعرفون أين هذا البلد أصلا، ليس بلدا مشهورا يعني من البلاد الكبيرة، لا، لاحظ التفاهة. وأهم شخصياتك لا شيء، ابن بنائك بنفسك، لا يحق ظهرك مثل ظفرك. أنت تعرف قيمة مرجع التقليد، أنت تعرف قيمة زيارة الأربعين، أنت تعرف قيمة دم قطرة واحدة من دم مؤمن، هذا أنت تعرف، هم لا يعرفون، أو يعرفون ويتعمدون تجاهل هذا الجانب. إعلام يا أخي إعلام. أختم كلامي بحديث شريف، هذا الحديث الشريف له أبعاد إعلامية وغير إعلامية، حديث جدا لطيف. الحديث الشريف هذا يذكره الشيخ الصدوق رضوان الله عليه في كمال الدين بسندين صحيحين، ويذكره الشيخ الطوسي رضوان الله عليه عن الكليني بسند صحيح. عن أحمد بن إبراهيم قال: دخلت على السيدة الجليلة حكيمة بنت الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليهما بالمدينة بعد استشهاد الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام بسنتين، سنة 262، فكلمتها من وراء الحجاب وسألتها عن دينها، عندي غرض، عندي سؤال، الدين واضح، معالم الدين واضحة، إلى الإمام العسكري، بعد الإمام العسكري من؟ وسألتها عن دينها، فسمت لي من تأتم بهم، سمت لي الأئمة الذين تأتم بهم واحدا واحدا، ثم قالت، الآن وصلت إلى الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام، ثم قالت: فلان ابن الحسن صلوات الله عليهما، فسمته الإمام صاحب الأمر الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر. أنا كنت أتوقع أنتظر أنها تذكر شخصا بعد الإمام العسكري من؟ فسمته ابن الإمام العسكري. فقلت لها: فأين الولد؟ أين هو هذا؟ قالت: مستور. فقلت: فإلى من تفزع الشيعة؟ فقالت: إلى الجدة أم أبي محمد، يعني أم الإمام العسكري صلوات الله عليه. فقلت لها: أقتدي
بمن وصيته، هو الإمام، الإمام صاحب الأمر، من البوابة للإمام؟ الجدة، جدة الإمام، أم الإمام العسكري صلوات الله عليه. فقلت لها أقتدي بمن وصيته إلى امرأة؟ كيف أقتدي بالإمام ووصيته إلى امرأة؟ فقالت السيدة حكيمة سلام الله عليها، قالت القضية ليست أول مرة، هذه ثاني مرة تحدث لسبب الظروف الخاصة الصعبة. فقالت اقتداء بالحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم. كيف؟ إن الحسين بن علي أوصى إلى أخته زينب بنت علي بن أبي طالب في الظاهر، وكان ما يخرج عن علي بن الحسين من علم ينسب إلى زينب بنت علي تسترا على علي بن الحسين. طبعا هذه الرواية حقا عظيمة، شخص يكون الناطق باسم إمام، لعله بالمقدار الذي نعرف هذا الشيء حدث فقط مرتين، مرة للسيدة زينب وهي يبدو الوحيدة في زمانها، مرة لأم الإمام العسكري مع وجود وكلاء، مع وجود نواب، لأنه تعلمون النائب الأول عثمان بن سعيد كان وكيلا للإمام الهادي ثم للإمام العسكري، يعني الأمور كانت ترجع إليه في زمن الإمام الهادي والإمام العسكري وفي زمن الغيبة الصغرى، يعني القضية التسلسل كان طبيعيا أيضا، ولكن بجنبهم كانت الجدة هي الواجهة. أما في زمن السيدة زينب يبدو فقط السيدة زينب لفترة، كم هذه الفترة في هذه الرواية الشريفة غير مذكورة، إلى هلاك الطاغية يزيد، إلى بعد ذلك. بالنتيجة كان هناك خوف على الإمام، فمن الواجهة؟ السيدة زينب، نقطة جدا عظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركات هذه السيدة العظيمة في يوم مولدها الشريف أن يرزقنا زيارتها في الدنيا وأن يرزقنا شفاعتها في الدنيا والآخرة. اللهم بحق محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد.